إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. شوف إيش كم نص تريد؟ يلا شو تريد كم نص؟ ها؟ أبو سلطان، إن أتيتني بنصا جليا الآن أعلن تشيعي وأقسم بالله. والله العظيم تشيعك ما أريد، أنت تروح يا أم وليد إسماعيل تعلن تسننك، تجي هنا تعلن تشيعك. سيد ميثم أنا سائل. أنت سائل. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. تفضل أيها السائل، تسألني أم تريد تسأل الأخ المستبصر متشيع؟ مين هذا المستبصر؟ ما سمعت قبل قليل. هذا تمثيلية من عندكم. المهم عفنا عفنا من هاي المستبصر. لا لا لحظة لحظة، احنا نسوي تمثيليات. ابو سلطان اللهم ابو سلطان ابو سلطان ابو سلطان ابو سلطان ابو سلطان ابو سلطان يا ابو سلطان يا ابا سلطان مهلك يا ابا سلطان يا ابا سلطان سوق على مهلك يا ابو سلطان. ابو سلطان اصبر لي ارجوك. صوتي والحمد لله بعيد. احنا نسوي تمثيليات، نتصل على وليد اسماعيل، معك المتشيع الشيعي ابا سلطان، واريد ان اهتدي على يديك انا ابا سلطان. وهداني الله الحمد لله رب العالمين، وهداني الله. اي هداك الله وريدا. هداك الله يا ابا سلطان، هداك الله. اسال. المهم انت عندك سؤال تريد تسال؟ لو نسالك شو تحب ميثم؟ هل ورد نص عن علي رضي الله عنه قال فيه مثلا؟ أول مرة احكي عدل يا رجل، احكي عدل. هل ورد شنو ورد يا رجل؟ شنو ورد؟ احكي عدل. انت عربي، انت عربي. شنو هل ورد؟ ورد شنو؟ عندنا ابل تورد. ورد مو ورد يا اخي. هل ورد اضحك له. اسمع لا حول ولا قوة الا بالله يا ميثم. اي تفضل. هل ورد نص عن علي رضي الله عنه وارضاه قال فيه مثلا انا الخليفة بعد النبي في رواية صحيحة على شروط الشيعة في كتبكم المعتبرة كان علي رضي الله عنه من فرسان العرب وأشجعهم، ومواقفه في الصد والذب عن دين الله كثيرة، ومع ذلك لم يجد له قولا واحدا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيه المسلمين إلى اتباعه، وإنه هو الخليفة من بعده. على العكس بايع أبا بكر وعمر. يا رجل لحظة، هوب اسطوب اسطوب. نقطة نظام أن له حق. يا ربي هذا سؤال لو جريدة، بالله عليكم إخواني هذا سؤال لو جريدة. أنت هذا سؤال لو قرأت جريدة، قرأت جريدة محاضرة بصراحة. أنت قرأت جريدة القبس؟ لو سأل السؤال كم صفحة قرأت من الجريدة؟ ها؟ هل ورد؟ اي ورد احنا نقول لك ورد، مثل ما سألت ورد نقول لك نعم ورد نص عن علي بن ابي طالب عليه السلام بالسؤال الذي قلته انت. يلا شو تريد بعد؟ بسند صحيح؟ نعم بسند صحيح. ما سمعت الجواب. كرر. ها؟ ما سمعت الجواب، كرر. كنت انا احكي. وين تحكي؟ ها؟ انت سمعت سؤالي للاخر؟ اي سمعت سؤالك الاخر. ابو سلطان تفضل اعطيني روايه على شروط الشيعه صحيحه بان عليا قال نصا جليا بانه هو الخليفه بعد النبي، وانه اماما منصوص
بنص صريح بدون إشارة وتلميح. طلباتك هذا 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 مو سؤال، هذه جريدة. هذه جريدة. طيب. والله إذا والله إذا جال والله الخميني إذا قام من قبره يعجز على أن يجيبني والله. متأكد. متأكد متأكد. ها؟ متأكد. والله والله يعجز ولو قام المفيد ونقبة الجزائر من قبره على أن يجيبني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. شوف إيش كم نص تريد؟ يلا شو تريد كم نص؟ ها؟ أبو سلطان إن أتيتني بنصا جليا الآن أعلن تشيعي وأقسم بالله والله العظيم تشيعك مارد. أنت تروح يا أم وليد إسماعيل تعلن تسننك، تجي هنا تعلن تشيعك. أنت شنو؟ أنت والمرة أصفالك، أنت أصفالك على 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 أصفالك على يلا 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 لا ضيع لا ضيع، هات الدليل يا رجل، هات الدليل يا أهل الدليل، هات الدليل يا رجل يا رجل. لما تروح يا وليد إسماعيل وتقول له أنا شيعي وأريد أعلن تسنني، قال لك عيفك 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 وليد إسماعيل. اسمع أنت ولا في محل بيض يمك، قلت له في محل يبيع بيض، قال أخذ لك بيضات وقعد عليه. يا رجل يا رجل بسك من هذه المسرحيات، والله العظيم عيب، والله العظيم عيب. النص الأول، اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين طاهرين بسن الصحيح. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يقول إن الله طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحججه على عباده، وجعل القرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا. احنا مطهرين معصومين شهداء حجج الله على خلقه. زين شنو معنى هذا النص؟ ها شنو معنى هذا النص؟ شنو معنى هذا النص؟ ميثم وين السند؟ وين في أي كتاب؟ وين السند؟ تريد السند؟ أي صار الآن في أي كتاب؟ أين السند؟ أين من صححهم؟ من ترجم لهم؟ الآن أعطيك السند. السند هذا أمامك. أي كتاب الصفحة؟ أصبر أصبر أصبر. كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق، والسند كما هو، حدثنا محمد ابن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى، طبعا راح يزلق لزلقة يا أخواني والله العظيم أنا أتوقع طبعا الآن، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. سليم بن قيس، وما أدرك ابن قيس يا قيس. اي شبي سليم بن قيس، بالاخير اتيت الى الكذاب وتستشهدون بالكذاب، ويحكم كيف تحكمون. من الكذاب؟ من الكذاب؟ دينكم اوهن من بيت العكاب. من هو الكذاب؟ اصبر 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 يا رجل، من هو الكذاب؟ من هو الكذاب الكبير الذي انتهيت به؟ سليم بن قيس، سليم بن قيس الذي قال عنه جل علماءكم ومن بينهم فيضل الكيشاني انه كذاب ولا يؤخذ به، وكتابه منسوب اليه وليس له. بل هناك كمال الحيدري، ماذا تقول بكمال الحيدري؟ كمال الحيدري قال كتب سليم بن قيس منسوب اليه وهو كذاب. يا رجل انا مو قلت لك راح تزلك، وهذا انت زلقت لانك ما احترامي احترامي لك، وهي اجت اللفظه اللي ردت اقول لك بيها بقلبي، ردت اقول لك ما احتماري طلعت ما احترامي. طيب ما احترامي لك لانك انسان جاهل، ما احترامي لك وغبي، لا تفرق بين سليم بن قيس الهلالي كراوي وبين كتاب سليم بن قيس الهلالي. المختلف فيه، رغم أني أنا أذهب إلى صحة سند هذا الكتاب، المختلف فيه هو الكتاب وليس صاحب الكتاب يا أستاذ. مو قلت لك راح تزلك؟
والله مو قلت لك راح تسلك. هؤلاء الذين ذكرتهم تكلموا تكلموا يا رجل تكلموا عن الكتاب. اسمع اسمع سليم بن قيس حتى لا يؤخذ به كراوي مجرد اسمع أتحداك أنت والجن والإنس أجمعين أن تعطيني كلام واحد من علماء الرجال عند الشيعة ضعف سليم بن قيس الهلالي الذي تكلموا فيه هو الكتاب وليس صاحب الكتاب، مثل ما الآن عندكم ابن حبان مثلا هو ثقة، لكن توثيقات ابن حبان لا يؤخذ بها، تكلموا في توثيقاته لكنه هو ثقة. هذا الرجل تكلموا في كتابه، كتاب الذي ينسب إليه، قالوا الطريق إليه لا يصح، مو هو ليس بثقة. أنت ما تفرق بين الكتاب وبين صاحب الكتاب، فرق مجرد اختلاف علمائك في كتاب سليم بن قيس وتاريخه في الجرح والتعديل لا يؤخذ به كراوي يا رجل. يا رجل روح يا تعديل اسمعني الآن، أتحداك أمام الجميع تروح تقرأ لي من علماء الشيعة ضعف سليم بن قيس، وليس الكتاب وليس طريق كتابه، هو الرجل نفسه. أعطيني واحد من علماء الشيعة قال عن سليم بن قيس الهلالي بأنه ضعيف. يلا تفضل يا رجل. مجرد اختلافكم في كتاب نسب إليه في رجال الجرح والتعديل لا يؤخذ. علاقة الكتاب بهذه الرواية، هذه الرواية ليست من الكتاب، افهم، هذه الرواية ليست من الكتاب يا رجل، هذه الرواية من كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق، وليست من كتاب سليم بن قيس الهلالي. في هذه الرواية سليم بن قيس الهلالي ليس صاحب كتاب بل هو راوي. يعني الآن إذا أقول لك مثلا هذه الرواية موجودة في كتاب البخاري والبخاري لا يصح كتابه فرضا، قل لي لا هذه الرواية ليست من كتاب البخاري، البخاري هنا راوي وهذه الرواية في مصنف ابن أبي شيبة. تفهم؟ والله ما تفهم، والله العظيم ما تفهم، وأشك بأنك تفهم، أشك أنك تفهم، أشك أن الله سبحانه وتعالى زودك بشيء اسمه عقل، يعني أشك أنه أنت عندك عقل فعلا. سلمت لك بصحة الحديث، أين النص الجلي في قول علي في الحديث الذي قلته منذ قليل؟ أين النص الجلي؟ شنو معنى قول الإمام علي عليه السلام يقول نحن حجج الله؟ شنو معنى حجج الله؟ يا أخي أنتم دائما تأتون بالمتشابهات، ليش ما تجي في كلمة محكمة؟ هل كان عليكم عاجزا على أن يقول أنا الخليفة بعد رسول الله؟ وهل كان عاجز؟ لماذا أنت تقول حجج ودائما تأتون الذي قال هذا رسول الله صلى الله عليه وآله عندنا وعندكم، قال ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا اللهم بلى. فماذا قال النبي صلى الله عليه وآله؟ قال من كنت وليه فهذا وليه، من كنت أولى به عفوا من نفسه فعلي أولى به من نفسي، من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا أولى الناس بكم بعدي، هذا أولى. هذا سؤال الحلقة اليوم، شنو معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا أولى الناس بكم بعدي؟ شنو معنى؟ أنت أصلا ما حتى على سؤال الحلقة ما جاوبت، حتى على سؤال الحلقة ما جاوبت. طيب المولاة هنا بالنصرة والمحبة، لأن عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لعلي عندما دخل بجارية وهناك بعض من الصحابة وازوا رسول الله وقالوا علي فعل كذا 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 كذا، فأراد أن يرد ويذب عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه، فقال هذا علي مني اللهم والي من والاه، ورفع يده. هذا هي الكلام لكي يذب عن علي، لأن علي فعل فعلة بغضها بعض من الصحابة عندما دخل في جارية، فقال هذا القول نصرة ومحبة لعلي
وهنا الموالاة أتت نصرة ومحبة لعلي، هذا لا يعني بأنه خليفة بعد رسول الله. جيد جيد، طيب إذا كان نصرة ومحبة لماذا قال بعد؟ ليش مو سوي؟ هذا نفس سؤالي أنا. ممكن أنت أصبر أصبر، الآن ندخلك بالدور. أبو سلطان، إذا كانت نصرة ومحبة لماذا قال بعدي؟ النصرة والمحبة مع النبي وقبل النبي وفي زمن النبي أم مخصوصة فقط بعد النبي؟ طيب ممكن أسأل سؤال بسيط بصلب الموضوع؟ تفضل مولانا عمر، تفضل أخونا العزيز، بس شوي ارفع صوتك، أو الأخوة من كنترول يرفعون صوتك. أبو سلطان سكتت، سكتت شهرزاد عن الكلام المباح، زين؟ طلع الصباح وسكتت عن الكلام المباح.